أهلا بيك في برنامج تأهيل الوظيفي بجامعة الجلالة. خريج هذا البرنامج مطلوب جدا في سوق العمل لأنه بيقوم بعمل متميز، إن هو بيؤهل المريض اللي كان مصاب بشلل إن هو يبتدي يعمل وظائف الطبيعية بتاعته ويمارس حياته اليومية زي قبل ما يبقى مصاب. وكل طالب بيتعلم إزاي يعمل لكل مريض برنامج. البرنامج ده التأهيل الوظيفي بجامعة الجلالة هو هيكون أول برنامج يطرح في مصر والشرق الأوسط بهذا المسمى، والخريج بتاعه مطلوب جدا في مصر وفي المنطقة العربية. والطالب بيدرس 4 سنوات باللغة الإنجليزية وبيكون مؤهل بعد كده أنه ممكن يعمل ماجستير ودكتوراه. عنده نقابة اللي هي نقابة التكنولوجيين بتقدم له مميزات مهمة. هيبقى جزء من الفريق الطبي اللي هو هيساعد الأطباء في الطب البشري أو في العلاج الطبيعي أو في الأطراف الصناعية، فهو هيبقى فرد وجزء لا يتجزأ من الفريق الطبي اللي موجود في جامعة الجلالة.